اش عطاتنا؟ فين هي المردوديه؟ كل شيء كيقول بان هناك منحه تراجعي والرهانات المتعلقه بالفساد واللي كيجعل من المغرب حديقه خلفيه. كلمه النائبه محترمه نبيله منيب. السيد الرئيس عندي واحد. مرحبا سي. صباح الخير سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات والسادة النواب المحترمون. كيبان من خلال المناقشة ديال هذا القانون اللي كنتشرف بالنقاش ديالو باسم الحزب الاشتراكي الموحد، أن هناك غياب ديال نظرة استباقية منسجمة لدى الحكومة، وكاين حتى تأويل خاطئ لمحاولة جلب الاستثمارات الأجنبية ماشي بهذه الطريقة. وهذا الشيء كيتأكد أولا في الدور ديال اللجنة الجهوية التي تبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة والإذن باحتلال الأراضي التابعة للملك الغبوي. إذا الدولة ستتحول إلى إدارة فقيرة تدبر مصالح المحتلين يعني المستثمرين. إذا هذا الاحتلال الطوعي ديال الأراضي ديال الدولة، ثم تقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري. فين هو الأمن المائي والغذائي ديال البلاد؟ مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية لا تشملها وثائق التعمير والمناطق الحساسة، تنفيذ تحييدات لمن غادي ندوزوها؟ غنديروا بحال سامير اللي دابا القانون الدولي كيحكم علينا حنا نأديو، ثم المناطق الساحلية ساحل الصحراء، هذه المنطقة العزيزة علينا اللي أريقت فيها دماء الشهداء غادي نسلموها للأجانب، يعني ما فهمناش. المعاوضة العقارية للأراضي الغبوية اللي خدات من عند الناس الملاك الأصليين وسيتم تفويتها لمستثمرين ربما أجانب. المادة 30 كتقول بأنه بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ستمنح استثناءات، هذا الشيء راه ثم الطعن، مستثمر ما عجبوش الحال، الرأي ديال اللجنة الجهوية يمشي للوالي. الوالي خصو يبت بسرعة البرق في الأمور، وإلا تمشي اللجنة الوزارية ديال الطعون. هادشي يعني نريد إرضاء هذا المستثمر بأي وجه في ضرب خارق للديمقراطية وعوض الله مركزية احنا غادين في المركز ديال القرار. إذا هذا المشروع كان المفروض أنه يحكمه المصلحة العامة للبلاد الآنية والمستقبلية ومصلحة الأجيال والبيئة، وأنه البدء بتقديم تقييم ديال الاتفاقيات ديال تبع الدول الحر و25 عام ديال لي زيديو. اش عطاتنا؟ فين هي المردوديه؟ كل شيء كيقول بان هناك منحه تراجعي والرهانات المتعلقه بالفساد واللي كيجعل من المغرب حديقه خلفيه للافتراس والنهب. فين هي الاصلاحات على مستوى يعني الجهويه ومدونه الانتخابات والاصلاح الضريبي والمالي؟ اذا التاويل ديالكم مع كل اسف السيد الوزير في اطار الحكومه هو تاويل خاطئ ولن يجلب الاستثمارات اللي حنا بحاجه اليها، ولكن خصنا نوجدوا البلاد ماشي نبيعوا البلاد. وشكرا لكم. شكرا سيدي النائبه. نمر الان الى عمليه التصويت على مشروع القانون 2224. سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات والساده، مناقشه مشروع يتعلق باصلاح المراكز الجهويه للاستثمار كيقتضي بالضروره اننا نطرحوا التحديات الحقيقيه المرتبطه بتعزيز الاستثمار ودعم التنميه الاقتصاديه جهويا، وبالتالي هي ليست عمليه تقنيه ولا يمكن اختزالها في تبسيط المساطير، دعم بيئات الاعمال، لجان موحده او لا تمركز اداري. التحدي الحقيقي هو الإرادة السياسية أولا لمنع الفساد الذي يتغول ليصبح بنيويا. التحدي هو في تفعيل آليات الرقابة والشفافية والحق في المعلومة. التحدي هو في حكمة ناجعة ومسؤوليات محددة بآليات مستقلة للمراقبة. مع الأسف السوق الوطنية معطوبة وبالتالي مريضة بالفساد. يمكن أن نتكلم عن التكلفة اللي كتكلف المغرب اليوم بالأرقام اللي بغينا، 2%، 3%، 6% من الدخل الوطني، وعن استثمار لا يتعدى 20 حتى 30 مليار درهم. ولكن إذا لم نضع الأصبع على الداء لن يكون لأي قانون أي جدوى. المستثمرون سيد الوزير يتخوفون من الفساد والرشوة ولا يعرفون من يتحكم في السوق ومن له المصلحة في الهيمنة. اقتصادنا غير مفهوم، هل هو اقتصاد ريع، اقتصاد دولة أو اقتصاد تسلط أو احتكار؟ وبالتالي هذه أسئلة تستدعي إجابات حقيقية، والإجابات ما يمكن تكون إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية
ونجاعة، وبالتالي تغليب المصلحة العامة على كل المصالح الخاصة. شكرا. شكرا. السلطة الاقتصادية والمالية، اليوم كاين تضارب واضح ديال المصالح، ما يمكنش انه رئيس الحكومه يكون هو اللي كيوزع البترول والغاز، هو اللي كيستافد من تحرير هاد المادتين، وانه كيتغنى هو رئيس حكومه. لا بالعكس، خاصو يكون خارج الحكومه، ما خصوش يكون في الحكومه. اليوم كذلك المعامل ديال تحليه المياه، وحنا بلادنا كتعرف واحد الوضع ديال اجهاد مائي خطير، ومحتاجين المصانع ديال تحليه المياه. علاش الشركه ديال واش ما كاين حتى مغاربه اخرين عندهم شي فلوس اللي غادي يحطوا دي دوسي باش هما يديروا تحليه المياه؟ القانون لا يمنعه، لا يمنعه تضارب المصالح. يعني ما يمكنش هذا الوزاره، الوزاره اللي تحت منه هو اللي تيحكم، يعني تيحكم بين مزدوجتين، هو رئيس الحكومه ولا بدا غادي يدوز الصفقه ديالو هي الاولانيه غادي يدوز. حنا ما عرفناش هذاك الشيء كي كيدوز، ولكن هذا الشيء ربط مسؤولية سياسية بالمسؤولية اقتصادية ما يمكنش تقول، لأن ما يمكن لكش ما كاين لو حساب على مراقبة. هذه الأولى. ثانيا، مسألة ديال الدولة الاجتماعية. الدولة الاجتماعية راه قلت لكم من اللي بدات كيحكم العالم هذه القطبية الأحادية ديال أمريكا، هذوك اللي تسموا المحافظين الجدد اللي حطوا النظام النيوليبرالي الجديد لو نيوليبراليزم، قال لك ما كاينش شي حاجه سميتها الدوله الاجتماعيه، لانه الصحه والتعليم العمومي وكذا كيستهلك بزاف الفلوس وخاص الدوله تزيد عليه. تجي حكومه ليبراليه هذه اللي عندنا اليوم وغاديه تنصاع لتوصيات المؤسسات الماليه وغرقت البلاد في المديونيه، تجي تقول لنا غنديروا دوله اجتماعيه، وهذا الطنز هذا. لان الدوله الاجتماعيه، لا دوله اجتماعيه بدون مقومات. شنو هي المقومات؟ اولا خصها تكون ديمقراطيه. حنا ماشي في ديمقراطيه، حنا في ديمقراطيه الواجهه. حنا عندنا احزاب كيفرقوا في ليسات وكذا من هنايا ودايرين ضجه كذا كذا، كيطلعوا ثلاثه كيحكموا وتيترأسوا المجالس المحليه الجهويه البرلمان الحكومه، غير ما كاينه في بلاد او تاكدز اكدز اش انتخابات. طيب حزب جا هو الاول في الانتخابات، كاين التواطؤ السلبي ديال العفو ما كاينش تقوا فيه المغاربه، المغاربه كاع ما تقوا فيها، ما كاينش هذه المساله ديال الثقه. كيفاش ما تقوش هو الاول الاول في الانتخابات؟ الله يخليك، شحال من واحد صوت في المغاربه؟ المغاربه راه بعدا راه العزوف الانتخابي طالع للسماء، الثقه ما كايناش. اليوم حنا قلنا راه بغينا نرجعوا الثقه. 8 مليون ديال الاصوات كامله ما نحسبوهاش؟ 8 ديال الاصوات، 8 مليون ديال الاصوات. الله يخليك، حنا خصنا نشوفوا. هما جابوا منها شي 2 مليون، جابوا 2 ديال المليون، علاش ما جابوش 2 مليون ديك المره؟ وذاك اللي كان جاب مليون ونص ما عرفت شحال جاب هذه المره. حنا راه عندنا انتخابات ماشي حره ونزيهه، هادشي اللي غادي نقولوا. وكما نفس الانتخابات اللي طلعتي فيها لاله نبيله، يعني طلعتي بطريقه غير نزيهه. انا العساس عندي حدا باب الدار قال لي استاذه حنا راه داونا في 7 الله ربع، حنا 10 بينا صوتنا في جميع المدارس وجميع الاقسام بلا ميم كارت ناسيونال، وعمرنا الصنادق هذوك صحاب اللي كيديهم دوك اللي باغين الحزب ديال ذاك البرويطه ينجح، الحزب يعني ديال الشفنجه ينجح، هما اللي كيديو هذا الشيء. إلى سلمنا بهذا الأمر، يعني حتى هذوك اللي كيقولوا اليوم بأن نبيلة منيب لا تستحق مقعدها البرلماني وغيعطوها البرلمان ومقعد البرلمان باش تسكت، غنصدقوا هذه الأطروحة حتى هي. دابا أنا ساكتة، هذا الأول. ثانيا أنا جاوبني قبل ثانيا أنا نجاوبك، أنا نجاوبك لأنك اليوم كطعني في نزاهة الانتخابات. حنا مركز مستقل ديال الدراسات قال بأنه أشرف وأنظف وأحسن حملة هي الحزب الشراكي الموحد. يلا كاين شي حاجه ما عندنا حنا، لا منعطيهم فلوس ولا ما نرشيوهم. في 2016 وما طلعتيش، ما طلعتش حيت ما عجبتهمش بزاف ديك الساعه. دابا كاين بعض الناس قال لك راه ما يمكنش، راه على الاقل شي 10 المقاعد. واش من تبدل من 2016 ل 2021؟ راه تخيلوا معايا في مدينه الدار البيضاء انا ترشحت 12 ديال المقاعد، تم الاعلان ديال على 11 المقاعد كلهم، حتى واحد ما دار الحمله. انا بوحدي درت الحمله في لو غران كازابلانكا، ما خليت لا بن حمد ولا مولاي بوعزه ولا كذا، والناس كيستقبلوني مزيان وكيصوتوا ومشاو كل شيء. وحدي اللي درت الحمله قداش